إن الإنسان، حنا بصدد الآن الحلقة تبي تنتهي، وحنا في برنامج لجمعية ظلم، جمعية المضيلف، وفي لهم وقف في مكة، وأنتم من أهل مكة، أبد أبد. والسعي على اليتيم والأرملة من أفضل الأعمال. ما في شك ما في شك. إنما الصدقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. كلمة يا شيخ خالد عن الصدقة، وحث حثنا وحث المشاهدين على الصدقة والتبرع، والأرقام تظهر على الشاشة الآن، شف لنا. طبعا مثل ما جاءت الآية الكريمة، سبحان الله، الميت يتمنى يعود للدنيا فقط يتصدق، فهذا إن دل على أن الصدقة لها أثر عظيم ولها أجر كبير، وكما لا يخفى عليكم أنها مكفرة للسيئات وتزيد في الأجر وتطيل في العمر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم هذا الوقف على خير بإذن الله تعالى، ونحث الناس على التصدق، وأيضا من ما يملك شيء النشر، وأنشر على قولتهم هذا أكيد لها حسابات ولها، انشرها وقولتهم الدعاء على الخير كفاعله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وسعدنا صراحة بهذه الحلقة الجميلة، سعدنا بكم، والله يعطيكم العافية ويكتب أجركم إن شاء الله. وهذا خالد نبيك حد تأذن هالحين، أذان الظهر. طيب هنا ولا قبلك كذا؟ شفت هذه الطاولة الصغيرة؟ أي مكان، أي مكان، القبلة يا حبيبي، الكاميرا تبي تجيبك في طيب.